بمناسبة الاحتفال العالمي بتشجيع الرضاعة الطبيعية تحت شعار تمكين الوالدين وإتاحة الرضاعة الطبيعية الآن ومستقبلا، أقامت الهيئة العامة للغذاء والتغذية بمشاركة وزارة الصحة مؤتمرا صحفيا. الهدف أن يكون تغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال المستوى الأمثل، والحمد لله احنا في دولة الكويت لا نعاني من مشاكل صحية أو تغذوية ذات خطورة أو يعني مشكلة كبيرة في دولة الكويت، ولكن دائما نسعى أن نوصل للأمثل للأفضل لتحقيق هذه الأهداف. المؤتمر سلط الضوء على الأهداف العالمية لجمعية الصحة العالمية لتحسين تغذية الأمهات والرضع والأطفال الصغار والحد من عوامل الخطر للأمراض غير السارية. بفضل الله عندنا في الكويت قانون حماية الطفل اللي فيه كثير من البنود اللي تدعم الأمهات المرضعات والأمهات الحوامل، فهذا جدا يساند الأمهات في رحلتهم لرعاية الطفل والرضاعة الطبيعية. دولة الكويت تشارك المجتمع الدولي في بذل الجهود المطلوبة في تنفيذ السياسات والبرامج لتحسين الأمن الغذائي والتغذية ضمن الإطار المتفق عليه في رؤية عقد التغذية. حسن بن غيام، تلفزيون دولة الكويت.